مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. كما تعرفوا المونجي الشابي تم استدعاءه الراديو FM يحكي على سبب المشكلة الكبيرة ما بينه هو وأخوه علي الشابي. المونجي بكل وضوح وجه عديد الاتهامات لزوجة شقيقه علي الشابي اللي هي رملة ذويبي. المونجي قال أنه رملة مش عجبتني من الأول وتاريخ أسود تاريخ حموم، وعنده زاد بالدليل وزاد قال لأنه أصدقاء معنا على الشابي أنه بعثوله معنا صور الرملة الذويبي قبل ما تعرس عليه في وضعيات مخلة كما نقولوا احنا فاضحة، هذا ما نقول على لسانه هو. والسبب اللي خلاه هو معناه يحب يسحب خوه من زوجته خاطر بحكم زاد يتعمل في السحر، ومعروف عائلتهم كما قالوا تعمل في السحر. وزاد أكد المنجي أنه علي عمره ما ظلم حد وما ينجم يظلم حتى حد، وأنه خوه منجي خايف عليه ويحب يبعد عليه، واللي هي معناه أساليب ملتوية عرف كيفاش تسلبه من ماله. ولكن علي ما حبش يفهم روحه وكما قال منجي اللي علي مسحور. لكن اليوم نكتشفوا أنه منجي شاب يكلمه متنقض ياسر كما تعرفوا ظهر في الراديو، ونفس في نفس التوقيت انه حكى انه علي ورملة متهمين مع الاستخبارات الإماراتية والاستخبارات الإسرائيلية. وكما تعرفوا حديث كيما هكا تنجم تكون عقبتها خايبة ياسر، معناه انسان هذا ما يحبش خوه قاعد يعمل في اساليب المنجي. البعض تو ما فهم حتى حد شنو يحب يعمل شنو يحب يوصل، ما تفهم حتى شيء من الحب خويا نحب من بعضه من زوجته معناه اللي هي تعمل في السحر تسرق في فلوسه منه يتهموا معناه مع استخبارات اللي نحن في الدولة ذي راهو الشمس طول صاحبي مثلا مش رجوع. وحدكم ما تنسوش معنا تعطونا تعليقكم على الموضوع ذي على تصرف المنجي، كلامه متناقض ياسر وربي قدر الخير. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.